بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول طبعا اول مره الدستور يبقى فيه ماده للرياضه، ودي حاجه حلوه جدا جدا. حته ان نعم علشان الاستقرار لمصر بقى، لان احنا محتاجين مصر تستقر، لان بقى لنا 30 تعبانين. فولو اخيرا لقينا حاجه في الدستور تدافع عن الرياضيين، فانا بقول نعم للدستور عشان الاستقرار لمصر، واول خطوه في خريطه الطريق ان شاء الله. بتناسب الرياضيين حاجه معينه ان هم ينزلوا على الاستفتاء؟ طبعا لازم الرياضيين ينزلوا، علشان احنا بقى لنا سنين طويله بنجمع الناس على الكوره والرياضه، ورغم ذلك ما كانش لنا ماده، دلوقتي بقى لنا ماده، لازم ينزلوا الرياضيين، لازم ينزلوا كلهم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه طبعا عيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا، علشان احنا فعلا بقى 30 تعبانين، فيا رب تبقى البدايه بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله.